السلام عليكم. اول حاجه حاب ابدا واقول انه الفيديو هذا مو مخطط له ابدا، لانه ما في احد فينا كان عارف انه خلال الويكند في كوميك كون ينزل التريلر الخاص بالموسم الخامس الجزء الثاني للفايكنجز. التريلر نزل من امس، انا ما ادري عنه اي شيء. صحيت الصباح اليوم كان عندي اشياء خاصه، جاني اكثر من منشن في تويتر بيتكلم على التريلر. انا دوبي داخل لسه ما غيرت ملابسي حتى، حتفرج على التريلر معاكم ونتكلم عنه. These are days for rejoicing, ancient one. People of Kattegat, I am life for the bonus! Oh, Alfred. To fight with us against the armies of your country. Okay, us. The sons of King Ragnar Lothbrok on our side, prepared to fight for us. Interesting. Be very careful what you say about me, Vincent. Why? Will you come in next? I don't belong here. قلبوا على بعض. قلبوا على بعض. قلب عليه. بيون كل شويه قاعد يصير زي راجنر، نفس الملامح، نفس الشكل، الهيئه، الجسم. يا تحوس. Fight against brother, the world will be wrecked. 28. واو بعيد. Why are you here now in person? Rollo. Okay. طيب كانطباع اول، تريلر فخم صراحه، فخم جدا. نقدر نعرف في البدايه انه في قصتين تقريبا او ثلاثه رئيسيه حتصير. اول حاجه انه حيشردوا من كاتيجات لاغاثا بيون واوبي، ونوعا ما هم متفقين مع هيكمان او هيمن، بس ما ادري ليه حاطينهم جوه قفص كده وهم داخلين على القصر. لكن اهم حاجه انه الان الفرد هو الكينج حق بريطانيا، والفرد باين انه ذكي، يبى يحاول انه يعمل معاهم تحالف ضد الفايكنجز نفسهم. والشيء الثاني زي ما شفنا ايفر الان هو الكينج اوف كاتيجات او ملك كاتيجات، وحتصير حرب بينه وبين اخوانه. حاجه ثانيه نوعا ما متوقعه انه ايفر الان صار عنده جنون العظمه كمان بزياده، لانه اخيرا صار الملك وطرد كل اخوانه ما عدا اخوه هيفستر. لكن اللي بان معانا في التريلر انه حتى اخوه ده حيقلب عليه، والسبب اكيد انه عجز الجنسي حق ايفر، واللي دائما بيخليه يحس انه ضعيف، ودائما بيحاول انه يقلل من قيمه هيفستر، واكيد انه الشيء ده حيضايقه ويخليه بعد. غير الحرب حقت الاخوان، نشوف انه الانجليز نفسهم ممكن في حرب وفي خيانات، وبنشوف كيف لقتها بتشرح وبتقول انه الملك الفرد هذا في ناس يبغوا يطيحوه، في ناس ضده، في ناس حيخونوه. والشيء هذا متوقع نوعا ما، انه الفرد انحط كملك مع انه ما يستحق، في اخوه الثاني اللي هو الوريث الشرعي اللي هو الولد حق الملك اساسا جنبوه على جنب عشان الام المجنونه دي حطت ولدها الفرد كملك. لكن واضح نوعا ما كده انه الفرد ذكي، واضح انه الحرب حتكون حرب ذكاء استراتيجيات، مو حرب قوه زي اول. عندنا من الجهه دي ايفر، ومن الجهه دي عندنا الفرد. لاي درجه الفرد حيساعد فيها الفايكنجز، حيساعد فيها بيون انه ينزل ايفر، ما احنا عارفين، هل مجرد جيش ولا حتى خطط واستراتيجيات؟ ولو جينا على الشخصيات، كل الشخصيات تقريبا صارت جديدة، الشخصيات القديمة اللي مكملة معانا باين انه هي بس لاغاثا، ورولو جاء في الأخير، لكن فلوكي، ايش صار في فلوكي؟ ايش صار في ايسلند؟ ما حد عارف.
لوكي اللي باين معانا انه خرج من المسلسل نوعا ما، لانه حتى اللقطات اللي جاء فيها جاء في واحدة او اثنين بسرعة من غير ما يتكلم، من غير ما يبان انه حيكون جزء من القصة. انا صراحة اتمنى خلاص ان القصة حقت ايسلندي واللي كانت اضعف الاشياء اللي موجودة في الجزء الاول موسم الخامس انها تنتهي. لكن رولو كلام تاني، رولو ما جابوا له كمان كلام، ما جاء غير في الاخير، بس ما احنا عارفين لاي درجة حيكون جزء من الحرب، خصوصا بعد هيفستريك ما يقلب. هل حيكمل حيكون مع ايفوري اللي ما يعرفه اساسا، ولا حيروح مع هيفستريك، حيكون مع اوبي، حيعمل تحالف بين فرنسا وبريطانيا، ايش حيصير؟ ما احنا عارفين. لكن اذا رولو موجود مع ايفر والفرد موجود مع بيون، معناها فرنسا ضد انجلترا. يا عمي كاس عالم ده ساير. العموم واضح ان الجزء الثاني الموسم الخامس حيكون مليان معارك، مليان غدرات، مليان خيانات، وحتى لو فيهم واحد فاز وانتصر على الثاني اكيد المشوار ما حيكون سهل. اخر الحاجة اتمناها بس في الجزء الثاني الموسم الخامس انه ايفر ما يكمل انه هو البطل الذكي اللي دائما في اشياء بسيطة كده يقدر يغلب فيها الجميع، واتمنى يكون واقع اكثر. لكن من اللي واضح من الانتاج السينماتوجرافي عظيمه جدا صراحه، السينماتوجرافي حتى حق الجزء الاول موسم الخامس كانت جيده، لكن في التريلر ده ما ادري هو اثار التريلر نفسه مع الجزء المنتج حق التريلر، ولا الانتاج حق الحلقات حيكون بالجمال ده. عموما الحماس الف، مستنين لين 28 نوفمبر وحنشوف. يا ريت اسمع رايكم في التعليقات، ايش في اشياء في التريلر حمستكم، ايش في اشياء في التريلر ضايقتكم صراحه. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه.